قلت لي يا مرة ابو السرج ايش لحد مجوز غير ما بدي يعمل معي؟ قلت لها هاي انا بسرج تي وبدي امو. لا 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 عم بليب من يا خيي. اذا عمك طنس على الفالنتين كيف بسمع صاحبته؟ ايه قلت له بدكش تكسر لي قلبي. قال لا تخافش ابصاش الفوق. مش معقول. انت بتكسر لي قلبي انا بوصلش. مش معقول يا خيي شوية.